اهلا بكم مشاهدينا من جديد ومتابعين لكن الان مع مواقع التواصل الاجتماعي. مشاهدينا البدايه مع هذا المقطع اللي اخترنا لكم من اليوتيوب وخلنا نتابع مع بعض. الآن مشاهدينا مع مهرجان دبي السينمائي، حيث شهدت دبي افتتاح الدورة 11 من مهرجان دبي السينمائي والتي تستمر حتى 17 من ديسمبر، وهي تظاهرة فنية جمعت النجوم ومحبي السينما، كما تم تكريم النجم الفنان المصري نور الشريف. وطبعا مشاهدينا التفاصيل أكيد مع سيدتي في التقرير التالي. السجادة الحمراء 11 فرشت أمس لتستقبل زوار مهرجان دبي السينمائي لهذا العام، عرس سينمائي سنوي يجتمع به النجوم ورواد السينما وكل عشاق الشاشة الكبيرة. اليوم أنا وايد مستانسة أني موجودة بهذا العرس السنوي اللي أعتبره من أهم الأعراس للسينما في الخليج وفي العالم العربي وفي العالم. مستانسين لأن كل سنة نشوف أفلام صدق ما نشوفها أي مكان. أنا متحمسة جدا أني أكون من ضمن هذه الدورة وأني أكون من المقدمين للآي دبليو سي، هذا طبعا فخر كبير لي. حريص مهرجان دبي إن كل سنة يجدد في اختياراته، يجدد في أفكاره، فهالسنة أكيد مسوي لنا شيء جديد. يعني شيء نفاخر فيه ونعتز، وأنا بقول يعني لو يختصر مهرجانات السينما في دول مجلس التعاون على مهرجان دبي ونتفرق كدول أخرى لإنتاج ما نصرفه على مهرجاناتنا، يعني نصرفها على إنتاج أفلام ذات مستوى تقدم وتعرض في مهرجان دبي، وأتمل ذلك إن شاء الله. بيهمني كتير أنا أحضر أفلام المنطقة، ولما تكون أنت جوري يعني هيدي شغلتك، هيدا شغلك بهالفترة، ما في أحلى من أنك توعى بكرة وتجي تقعد بصالة سينما وتجي تحضر فيلم، وبعد أحلى لما يكون هذا الفيلم عربي أو لبناني أو من المنطقة. المهرجانات بنقابل بعض وبنشوف افلام بعض، ده اهم حاجه، ده يمكن اهم سبب بحب احضر فيه المهرجانات، هو في الاخر احتفاء بالسينما لاهل البلد. كل سنه مهرجان دبي للسينما احلى من السنه اللي قبلها، فنحن هيك بنحس حالنا من الفاميلي للمهرجان. تقديرا لمسيرته الفنيه الطويله التي شملت ادوار في اكثر من 100 فيلم، وتتويجا لمشوار امتد على 50 عاما من العمل امام كاميرات السينما، كرم المهرجان الفنان نور الشريف بجائزة تكريم إنجازات الفنانين. نور الشريف طول عمره مكرم أصلاً من جمهور ومن أعماله الكبيرة، لكن لفتة كتير كريمة وكبيرة لنجمنا اللي بحبه من كل قلبي. نور الشريف قيمة كبيرة جداً، حظي حلو إن أنا اتعزمت من المهرجان كضيفة شرف في نفس الوقت اللي بيتكرم فيه نور الشريف. بالنسبة لنا عمر الشريف هرم من أهرامات مصر، بتمنى له صحة كويسة، يعني يبقى كويس عشان هو تعبان. مبسوط ان هو النهارده بيتكرم عشان يبقى مبسوط ويديله انرجي اكتر ان هو صحته تبقى احسن. ربنا معاه ان شاء الله. كل سنة وانت طيب يا استاذنا عظيم اللي اتعلمنا منك الكتير وكتير ولسه بنتعلم منك. شهد حفل الافتتاح ايضا عرض فيلم المخرج البريطاني جيمس مارتش نظرية كل شيء، ويذكر أن العدد الإجمالي لمجموع الأفلام التي ستعرض خلال الدورة 11 من مهرجان دبي السينمائي الدولي ستصل إلى 118 فيلم بين روائي طويل وقصير وغير روائي، وتضم 55 عرضاً عالمياً ودولياً أول من 48 دولة، وهي من أعمال مخرجين مخضرمين وصاعدين. بارك لدبي بهذا المهرجان الحلو، وأكيد سنة عن سنة عم يتطور أكثر وعم يجمع هيك نجوم من كل أنحاء الوطن العربي، وهذا الشيء كتير حلو وكتير مهم. نتمنى له التوفيق والنجاح إن شاء الله. ومشاهدينا من أجواء مهرجان دبي السينمائي إلى فعالية ومسيرة أطفال الجمعية السعودية للأطفال المعوقين واللي أقيمت يوم أمس، ونتابع طبعا تفاصيلها في التقرير التالي.
احتفلت جمعية الأطفال المعوقين بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة في النخيل مول من خلال إقامة مسيرة لأطفال ذوي الإعاقة بحضور عدد من الأسماء المشهورة وعدد من الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم. أوجه رسالة من خلال وجودي هنا كيف أن ممكن الأسرة تتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة إذا كانوا معهم في البيت أو فهم صراحة بيني وبينك أعتبرهم يعني وكثير من الناس يعتبرهم بركة في البيت يعني. الإعاقة مو جسد، إعاقة المخ. تضمن الاحتفال برنامجا ترفيهيا ومسابقات وحضور عدد من نجوم الستاند أب كوميدي. الحقيقة الجمعية نظمت عدد من الفعاليات على مستوى المملكة وفعاليتنا اليوم هي أحد الفعاليات. الهدف منها هي الاحتفال بهذا اليوم، يوم ذوي الإعاقة، توعية الناس فيه، إلقاء الضوء على كل ما هو إن شاء الله محفز وجيد للمعاقين. ويأتي الاحتفال إيمانا من الجمعية واهتماما بذوي الاحتياجات الخاصة وقدراتهم وتوفير ما يلزمهم وإشراكهم وإدماجهم مع باقي فئات المجتمع. شكرا على قناة موتانا ومع إلى اللقاء، نشوفكم بعد فاصل. حبيبي ربي يحفظ. إذا مشاهدينا أكيد فقراتنا مستمرة لكن من بعد الفاصل. مجلة سيدتي هذا الأسبوع: عيوب ومزايا الرجل والمرأة، زوج أبله يتسبب بحرق زوجته، مع ملحق التعليم في السعودية. سيدتي عالمك في مجلة. جديد سيدتي مول الآن على جهازك وموبايلك، أول موقع من نوعه عربيا. تجولي بكبسة زر في كل مولات مدينتك، طلعي على أحدث المنتجات وأسعارها وآخر العروض والتخفيضات، واختاري كل احتياجات جمالك وأناقتك وبيتك وعائلتك. سيدتي مول ينقل لك تجارب متسوقات ويستقبلك في ناد خاص لتتفاعلي وتفوزي بعروض شراء لك وحدك. سيدتي مول، الوجهة الأولى للماركات العالمية. في سيدتي بعد الفاصل: سعوديون يطلقون مقال الإعلام السعودي لملاحقة الأحداث السعودية بأسلوب جديد.